أخبار اليوم. دور الشرطة، الشرطة مش وظيفة، الشرطة رسالة كبيرة جدا، واللي يؤديها لازم يؤديها بروح ويؤديها بحب. بكرر لكم شكري. هم رجال الشرطة الذين أحبطوا محاولة عنصرين إرهابيين التسلل إلى أحد الفنادق بالغردقة واحتجاز سائحين، فلقى أحدهم مصرعه بينما تم إلقاء القبض على الآخر أثناء الاشتباك مع الشرطة. هذه اليقظة الأمنية وسرعة التعامل كانت محل تقدير من وزير الداخلية السيد مجدي عبد الغفار، والذي سارع إلى تكريمهم لهذا الجهد المتميز وليكون حافزا لزملائهم لمزيد من التميز، كما استمع منهم إلى ملابسات الواقعة وتعاملهم. بدرت بإطلاق العلامة النارية فأصبته في رجله، فقبل زميلك كان بيختار العمليات، اخترت الجهات وتم في اختار الجهات، هو كان صابهم في رجليهم عيارة نارية، وتم التوجه الى الامن المركزي، التمركز اللي هو متمركز امام الفندق. بالفور تقدمت على طول انا والقوة اللي معايا من مجندين، واخترت عمليات المنطقة، عمليات منطقة امن المركزي، واشاروا ان هم ان انا اتقدم للفندق، والحمد لله تم السيطرة على الموقف تماما في خلال ربع ساعة. الضباط والافراد المكرمون ابدوا سعادة بهذا التكريم والتقدير الذي سيدفعهم الى مزيد من الجهد والتفاني في العمل لحفظ امن واستقرار مصر. تكريم السيد الوزير لينا ده كان شيء جميل يعني، وهو أعلى رحمة معنوية فعلا. لم يقتصر التكريم على القوى التي أحبطت محاولة التسلل لفندق الغردقة، لكن كرم الوزير أيضا العقيد ياسر حسن من شرطة النقل والمواصلات لمسارعته وتمكنه من السيطرة على حريق بإحدى عربات القطار بمحطة رمسيس، مما أدى إلى عدم امتداد الحريق لعربات أخرى. المعنويات بتاعتنا بتبقى مرتفعة جدا، ان طبعا في قياداتنا ورؤسائنا بيبقى في تقدير للمواقف اللي احنا بنعملها، بس انا مش شايف ان احنا يعني ما عملناش حاجه خارقه، يعني احنا عملنا اللي يمليه علينا ضميرنا واللي يمليه علينا الواجب بتاعنا. التضحيه في سبيل اداء الواجب هو ما يجمع هؤلاء الضباط والافراد وغيرهم من ضباط وافراد الشرطه في كل مكان.